اللي انت عايزاه هتلاقيه هنا كويس. بس انا هسيب حضرتك بس هركن العربيه وديك ومعاك الراجل الطيب ده خلي بقى طبعا مريم يعني احنا التعريف اتفضلي يا هنا اللي انت عايزاه اتفضلي. ايه حبيبي الاخ معلش انا اسف هسيب حضرتك شويه الاخ زياد معاكي لين يا هلا استاذنك تعالى بقى إيه؟ انا عايزه نص كيلو جبنه اسطنبولي ها ما اسمعك ها لا دي لا دي مش بتاعتنا إيه؟ انا عايزه نص كيلو جبنه اسطنبولي ايه 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 يعني روح جيب الجبنه الاسطنبولي هلا دغري بدك تاخديه امال يا حتقعد 3 سنين واقف لي كده لا لا شو كمان قولي لي مشان ونص كيلو رومي جبنة رومي عارف الجبنة الرومي انت مش من البلد دي طبعا اه انت مستورد من الشام انا من سوريا ايه اه شفت بقى طب دلوقتي الجبنة الرومي عارفها كيف يعني بتيجي شلونها بيضة ابيض رومي. ابيض ابيض لونها لا لونها اصفر اصفر الجبنة ايه؟ البيضة الاسطنبول اللي لونها ابيض الزيتون لونه اسود اكتبي لي جنبها ابيض ها جبنة ابيض اسطنبولي ابيض ابيض رومي احمر اصفر اصفر لون القميص بتاعك كده اصفر اصفر رومي والزيتون لونه اسود زي اليمنى الاسود اللي احنا عليه فيه ضيقه بس هلا بجيب لك اياهم هلا الثانيه شو قلتي لي؟ جبنه بيضه بيضه بيض بيض على راسي على راسي زي ده على راسي كم واحدة؟ مش عايزة بيضة عايزة جبنة بيضة قلتي لي بيضة جبنة اسطنبولي طيب يلا اقعد عليها وعليك هي دي لقيت لك جبنة من هي دي حلوة دي لا حلوة كلها انت لا دوقية بلكي ما مش عايزة اكلها عايزة اكلها في بيتنا مش هاكلها هنا يلا الشغلة الثالثة زيتون 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 اسود زيتون اسود لون بص لون بنطلوني اسود بزر لما بلا بزر ببز. في يمكن عنده هون زيتون جلط كبير يعني ايه كم كيلو ربع بالوحدة يا دول بالوحدة 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 وبطيخ لا الزيتون كبير بالوحدة من باع برتقال يعني ولا ده ايه ده زيتون لانه حبته كبيرة بالوحدة بالوحدة ببعوها ايه اول مرة جيب لك دزينة في حياتي عندي 70 سنة عمري ما سمحت زيتون بالوحدة جيب لك دزينة هات ورينا شكلها عندك سكر انا ايه والله من فترة في سكر عندكم في شنجليش والله بدك شنغليش شنغليش ظريفة لا مش عايزة ثلاث سنين مساوى ثلاث سنين بايت يعني خمر مزبط شو مش فاهمة انت بتقول ايه شنغليش شنغليش هذا وتجيبي ثلاث شنغليشات تحطي معهم بصلة تفرمي بصلة وبتحطيهم بصحن مع شوية بندورة على جنبهم وبتاكلي مكدوس بلاش شنغليش يا اخي بناقص وانا كنت اعرفه اصلا عشان بلاش ما تجيبش طيب كثير ها ها؟ نصيحة حلوة؟ كتير كتير ظريف طب ما تجيب خلاص ها؟ ماشي هات اثنين يعني بتاكلي شنغليش بيتك كبير البيت كبير المنزل بيتك كبير هون بيتي فوق هنا كبير؟ واسع؟ وانا حرش على الارض انا قاعدة لوحدي ساكنة لوحدي لا اذا البيت صغير ما بيسوى شنغليش ها؟ اذا البيت صغير ما بينفع للشنغليش ليه؟ يعني اول شيء بس تاكلي بيكون في بندوره بال طيب اجيب بندوره كمان في بندوره في مخلل كمان اذا بدك قوطه يعني اه قوطه اوضه مين؟ طماطم اللهم طولك والله هقوم اضربك طيب قولي لي قولي لي شو كمان قولي لي شو كمان هلا لبين ما يجي خالي راح بس لهون وصل عايزه رز عندك رز؟ اكيد في هلا بشوف لك شو هو في رز هي رز ده الرز طب خلاص لفلي ورق اثنين تنتين رزتين اثنين شو كمان سكر عندك زبادي فاضية زبادي لا حليب هي دق لك خالو لخبطني انا بقى ده هلا هي رز انا مش عايزه حاجه عادي خليه لما يجيني خليه يبعت لي الحاجات دي فوق
وين فيه يلا لحظة شوي بيت عندي هذا شو؟ طرش؟ رهن تبع متم نص تمعة أنا حجن قولي طرش اقراها وهات الحاجة دي فوق يلا اجري يا شباب هو بس لحتى اسأل جبن اسأل حد روح نادي دق له خاله خليه دق له خاله خليه يجي اوام مين نادية؟ ما عاد بدنا لكن الرز روح بقى خلاص مدام بس الرز والسكر هلا خذي هذا مش عايزة حاجة مش عايزة بس مش عايزة احنا بنأمن لك بس يجي خاله ايه يا استاذ جيب لي واحد اهبل معلش جيب لي واحد اهبل مزحة ظريفة ست مريم كنا نطلع نشرب عندك قهوة فوق عندي بس أجلناها شوي بدنا نعمل المقلب يلا تفضلي ميرسي شكرا انا اسفه خالص على الزي لا بس سلم على الكاميرا